شفت خيل عدها ميدان فوق صدره من شفت خيل عدها ميدان فوق صدره وبكثر عد الأيمة راح عمره وبكثر عد الأيمة أعمال الصلاة على محمد وآل محمد. رحم الله من أعادها ثانية. عجلوا الفرج لولي زمانكم واقضوا حوائجكم واكشفوا همومكم وغمومكم بالثالثة بأعلى أعلى أعلى أصواتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال صلى الله عليه وآله والملأ أمامه من كنت مولاه واخذل من خذله وأده اللهم ثبتنا على ولايتهم ومحبتهم وعلى البراءة من أعدائهم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى التسعة المعصومين من ذريتك ومن ذرية أخيك وعلى الموالين الباكين عليك. اللهم اجعلنا من الباكين على الحسين يا رحمة الله الواسعة.
ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبا الأئمة، روحي يا أبا عبد الله وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء وأقل الفداء يا قتيل العدا ومسلوب العمامة ظلما والرداء أيها المذبوح من القفا يا أبا عبد الله، يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى كل المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا محيي الزوار يا ابو علي، هل الهلال لكي تهل الأدمع فذروا المباهج جانبا واسترجعوا، هل الهلال فلاح في أفق السماء جسد الحسين بكربلاء يبضع، قوموا يا شيعة الحسين قوموا لإحياء الشعائر واندبوا فيها قتيل الطف حتى تجزعوا، فصل أحوال أنسيتموه واقفا برضيعه، وبعينه ضاق الفضاء أوسعوا، شلون أحواله يدعو له بالماء وهو يظله بردائه فرواه سهم منقع، ومضى ما جات مصيبة الحسين ومضى إلى الهيجاء صبط محمد فردا تقاتله الجهات
فأصابه حجر بجبهته وقد بكت الزكية والبطين أنزعوا بعد يا شاعر قال وبقلبه وقف المثلث فانثنى ألما لنزع مثلث الله ينزع انت راح تصرخ في هالبيت هل الهلال فلاح في أفق السماء نحر الحسين بسيف شمر يقطع هنيئا لك هنيئا لك هالدمعة أو تحجمون عن البكاء ورأسه يا عاشقي برأس رمح يرفعه بعد باقي مصيبة شني هالمصيبة يا شاعر أو تحجمون عن البكاء بحرقتين إيش صاير وإمامكم منه ترض الأضلع أي ضلوع عشاد وعظم تبتش العين ضلوع أم الحسين ولا ضلوع ها رحم الله هلونا أول ليلة وسجل اسمك من خدام إن شاء الله يقبلك أبو علي لكن ها خليني أسمع صوتك أي ضلوع عشاد وعظم تبتش العين ضلوع أم الحسين ولا ضلوع علمني يا شاعر إيش صار عليهم ضلوع أم الحسن يا وصف الله يا ملقام خلف الباب عصراها وضلوع حسين بالجمال طحناها ومو بس ضليع وتكسر ولا ضلعه ها منو اللي شاف أضلع فاطمة تتحمل يا موالي ومن قام الوصي غسلها بالعبرة شاهد في صدرها ضلاع متكسرة إيش نادى صاحب صوت آه عليك يا زهرة آه عليك خليت الدمع نهره ها هذا أمير المؤمنين بكى على فاطمة أنت على من تبكي يا مولاي على من تبكي يا مؤمن ولجل ضلوع أبو اليمة الدموع تسيل إيش صار عليهم طحناها العدا والله بدوس الخيل اللي أنت جاي تواسيها وصدر أقبال زينب فصلوا تفصيل ضلوع
روعتنا ثريات من الشمال يمين. من اللي شافه يا موالي هات تحمل، ومن شاهد على السجاد احواله. شلون احواله؟ جسد ومقطع يمين معاه شماله. ايش سوى؟ فرش قطعة بواري وجمع وصاله، وضلوع الصدر ركبها مع الزندة. ها ها بعد ايش صار؟ ها علامة على اي صدر تبكي يا موالي؟ ويا صدر العليه اكثرته الاعبار، صدر الزهرة ذاك الصوب ومسمار، لا صدر الصبط ريحانة المختار، السهم صابه ومن قلبه نزع ثلثه. وإنما محمد وآل محمد بأكملهم هذه الليلة لدى من بكى على الحسين أو تباكى على الحسين. طالعهم الليلة بعين بصيرتك تشوفهم من مأتم إلى مأتم، ومن عزية إلى عزية، ومن رزية إلى رزية، جميعهم ينادون وحسيناه وفجعته ورزيته. هنيئا لمن وفق وانكسر قلبه على الحسين، كيف لا تنكسر القلوب؟ ونحن نسمع أنك يا أبا عبد الله وقفت وحيدا فريدا، بلا ناصر ولا معين تنادي، أما من ناصر ينصرنا؟ أما من معين يعيننا؟ كيف لا نبكي يا أبا عبد الله ونحن نسمع أن الخيول قد جالت على صدرك؟ كيف لا نبكي يا أبا عبد الله ونحن نسمع أنك وقفت بين الخيام تنادي يا أمام الناصر ينصرنا؟ أما من معين يعيننا؟ أما من ذاب يذب علينا؟ شلون ما نبكي عليك يا أبو علي ونحن نسمع كما قال الإمام الباقر، كنا في الخيمة نسمع تكسر أضلاع جدي الحسين، كما تتكسر القوارير يا أبا عبد الله؟ كيف لا نبكي عليك وأمك مكسرة الأضلاع في مثل هذه الليلة؟ من مأتم إلى مأتم، ومن عزية إلى عزية، تنادي وحسينة وفجعتها ورزيتها. اتصور هالليلة بعين بصيرتك وياها محمد وآل محمد، تجول من مأتم إلى مأتم ويا تنادي أدور في المجالس مثل المضيعة. أدوير عالمجالس مثل المضيعة، يمكن صوتنا على الولد ينعم، ورش باب الحسينيات بالدمعة، ولا أذكر ألم ضلعي وألم كسرة. منو أنتي؟ أنا الزهرة يا وأنا الدرة الثمينة، مصاب حسين خلاني حزينة، أوين وأبكي على ابن الذابحينة وعلى
ويا شمالا ويمه يرحم الله الولا وين وابد شي على ابني الذاب حيلا وعلى اللي يقطع ويا شمالا بعد تهيأ لاستقبال المصيبة وعلى اللي يقطع ويا شماله شلون احوالها يا موالي كل ما ننصب الماتم تجي مكسورة الضلع ها تصور هيفصل لك الشاعر شلون احوالها كل ما ننصب الماتم تجي مكسورة الضلعين تنوح وتسجب العبرة على مصرع ولدها هذا جوابك هذا اللي أريده تنوح وتسجب العبرة على مصرع ولدها شلون أحوالها تلفي بثوبها الأسود وقلبها الدامي الملهوف على جبهتها العصابة وعلى خدها الشريف دموع نسيت لطمتها والمحسن نسيت مسمارها والضلوع وهانت كل مصايبها من مصرع ولدها ها ويايا وهانت كل مصايبها من مصرع ولد ليش تنصب الماتم يا موالي نصبنا ماتم المظلوم لجل تحضر المظلومة وضربة جبهته تهوين على الجبهة الملطومة ونواسيها بدمع سايل على اللي سالت دموما وتهول نبتة المسمار سهم ذوها الولد حسين اش صار على الزهرة واش صار على الحسين تتحمل يا موالي وإذا أم الحسن حفرة قبرها في ظلام الليل وجهزها الوصي وشيع نعشها وحصلت تحليل ولدها حسين ظل مطروح لا أجفان لا تغسيل زينب عاينت الخيول تطحن صدر أخوها حسين ها تتحمل يا غيور شو تقول يا شاعر ايش عندك يا شاعر هاي علمك ما تتحمل هالبيت يا موالي وإذا أم الحسن بالصوت منها تورمت لمتون وخلف الباب مغشية طاحت من لطم العيون زينب بتهدى الشوها سبية بمجلس الملعون وظل قبالها يقرع ثنايا راس أخوها ها
ها ها ما تتحمل هالبيت ها وانت اللي راح تصرخ يا ليت الزهرة شافته اسيرة بمجلس الارجاس ما تتحمل ما تتحمل شافت طفلة المظلوم ميتة وفي حجرها الراس وسمعت صرخة سكينة وين عمي العباس يرضى تموت في الغربة يا رقية على راسه ها هذا خطاب الشاعر يوصل لك يفصل لك بين مصيبة الزهرة والحسين الآن الزهرة تحاكيك أبيات الدعاء وأسألك الدعاء شو تريدين يم الحسن نادت نصب العزايا الجعفرية يا 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 على اللي انذبح في الغاضرية يا الغاضرية ولا تنسون طفلتنا رقية يا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد أما يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم إنا نسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الإمامين الحسن والحسين يا الله نسألك أن تشافي جميع المرضى وتقضي جميع الحوائج وتكشف جميع الهموم والغموم وترد الغرباء وتفك الأسرى والسجناء وتجعل هذا البلد آمنا وجميع بلدان شيعة محمد وآل محمد في مشارق الأرض ومغاربها من حضر هذا المأتم وأي مأتم لمحمد وآل محمد لا تخرج أحدا من الحاضرين إلا وأنت راضيا عنه يا الله قاضيا لجميع حوائجه. أحبتي تعودنا في كل سنة أن نقرأ في الليلة الثالثة خروج الحسين سلام الله عليه من المدينة، لكن إن شاء الله هذه السنة ستكون قراءة خروج الحسين من المدينة في الليلة المقبلة، والليلة الثالثة إن شاء الله نقرأ نزول الحسين إلى كربلاء. تعودتم في كل سنة أن تكون العليلة في الليلة الثالثة، لكن إن شاء الله سنجعلها الليلة المقبلة، والليلة التي تليها سيكون نزول الحسين في أرض كربلاء سلام الله عليه. اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المستشهدين والذابين بين يديه لتعجيل الفرج ولشفاء المرضى ولقضاء الحوائج ولتفريج الهموم والغموم ولرد الغرباء ولفك الأسرى والسجناء وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نتقرب إلى الله وإلى محمد وآله بالفاتحة مع الصلوات. شفت خيل
بعد هميدان فوق صدره من شفت خير الليل عند هميدان فوق صدره وبكثر عدي الأيام.